اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا وسائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.